أهلا بكم. الحشد الشعبي يتألف من قوات شبه عسكرية رديفة للجيش العراقي وتعمل معه، أنشئت إثر سيطرة تنظيم داعش على محافظة نينوى ومناطق واسعة أخرى في العراق، برزت في سياق التعاون على محاربة تنظيم داعش بعد فتوى المرجع الديني السيد علي السيستاني بالجهاد الكفائي لتحرير العراق من داعش. قوات الحشد الشعبي تعمل بإمرة القادة الأمنيين العراقيين وتخوض أشرس المعارك على الأراضي العراقية، وكان لها الدور الأكبر في تحرير محافظتي ديالى وصلاح الدين، إلى جانب دورها الأساسي الآن في تحرير الأنبار. يتألف الحشد الشعبي من مئات آلاف الشبان العراقيين الذين ينضمون في أكثر من 42 فصيلا، ويتوزع هؤلاء المقاتلون على فصائل كبيرة رئيسية. يقود هيئة الحشد الشعبي مستشار الأمن القومي العراقي فالح الفياض، يعاونه نائبه أبو مهدي المهندس وهادي العامري، وهو أحد القادة البارزين في الحشد. أما أهم فصائل الحشد الشعبي فهي منظمة بدر، الجناح العسكري، سرايا السلام، حركة حزب الله النجباء، وأيضا كتائب سيد الشهداء، كتائب الإمام علي، وسرايا الجهاد والبناء، إضافة إلى كتائب التيار الرسالي وسرايا الخرساني وسرايا عاشوراء وسرايا العتبات. كذلك هناك الكثير من الفصائل والألوية الصغيرة الأخرى. وإلى جانب الحشد الشعبي يبرز الدور الكبير في قتال داعش لفصيلين مهمين في المقاومة العراقية، فضلا البقاء خارج تشكيلات الحشد، وهما كتائب حزب الله العراق وعصائب أهل الحق.